التجربة الحمد لله كانت مزيانة، تعرفت على مجموعة من الناس، تعرفت على واحد الجو آخر، على واحد العالم آخر، عالم الفن وعالم الطرب الأصيل اللي كنت أنتمي ليه من وأنا صغير. فالتجربة هذه الحمد لله واستفدت بزاف الحاجات، أهمها محبة الجمهور المغربي. بالنسبة لي التعامل ديال لجنة التحكيم كان رائع جدا، كانوا راضين على علي المديدي من أول ما حطيت رجلي في المسابقة، يعني كانوا مسلطنين مستمتعين، لدرجة أن الأستاذ والفنان والموسيقار الكبير مروان خوري كيقول دائما أنت عنوان الزمن الجميل، هكذا دائما كيعبر عليها وأنت خارج المسابقة. فحتى الأستاذة أنغام الفنانة الكبيرة المصرية كتقول أنك أنت خارج المسابقة، أما الفنانة العظيمة المغربية أسماء المنور فهذيك اللي كان كلها واحد المحبة خاصة جدا، لأنها كتعبر دائما بالمحبة لها لعلي المديدي. فنتمنى نكون عند حسن الظن ديالها وعند حسن الظن لجنة التحكيم وعند حسن الظن الجمهور المغربي والعربي عامة. أسماء المنور الفنانة العظيمة والأخت الكبيرة واللي أنا كنحبها بزاف، يعني عندها واحد القيمة، حطها في واحد المقام اللي كبير بزاف، فكنبغي نشكرها من هذا المنبر هذا. كنبغي نقول لها شكرا لك بزاف بزاف، لأنها كانت كتعطيني واحد الجرعة إيجابية فوق المنصة أنني نبدع أكثر ونسلطن أكثر ونعفرت أكثر كما كيقولوا كما كتقول هي باللغة الفنية. فنتمنى نكون عند حسن الظن ديالها. من البداية ديال علي المديدي في برنامج الزمن الجميل شجعوني مجموعة من الفنانين، أنا خايف نذكر الأسماء ونسى شي وحدين، على رأسهم الفنانة الكبيرة أسماء المنور اللي هي شجعت بواحد الشكل كبير 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 بزاف. شجعوني مجموعة من الفنانين، سعد المجرد، يعني خايف ننسى الأسماء، فكنشكرهم بزاف 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 بزاف. كيف ما شاف الجمهور المغربي أن الأغنية المغربية ما كانش محتفى بها في برنامج الزمن الجميل، فأنا كنت كنبغي نحط النغمة المغربية في كل أغنية، يعني كل برايم كنبغي نحط النغمة المغربية باش نقول لهم هالبصمة ديال المغاربة وهالبصمة ديال الفن المغربي. علي المديدي بعد مسابقة الزمن الجميل غادي يبقى في الأغنية الطربية الأصيلة والأغنية الشبابية كذلك، لكن بتوزيع جميل، بتوزيع راقي، بكلمة راقية. الجمهور المغربي والعربي اللي كيحب علي المديدي متبع المسابقه وعرف يعني المستوى ديال علي المديدي في المسابقه، عرف التعليق ديال لجنه التحكيم اللي علقوا عليه، عرف الجمهور يعني شنو كيميز علي المديدي، فاللي غادي يحكم هو الجمهور. الفنانة دنيا باطمة اللي شجعت علي المديدي من بعد المسابقة وكتبت ديك تدوينة على علي المديدي، لأنها مرت من نفس الظروف ومرت من نفس يعني من نفس الإشكالية، وكيف ما كيمروا مجموعة من الفنانين من هاد المغاربة خاصة من هاد الظروف هذه، ولكن الحمد لله كنبينوا للعالم العربي وللعالم بأسره أن المغاربة قادين على أنهم ينجحوا. علي المديدي من بعد المسابقة كيحضر عمل فني إن شاء الله، يلاه في البداية ديالو، يلاه كيتعجن كيف ما كيتقال، فإن شاء الله نتمنى ينال الإعجاب ديال الجمهور المغربي وينال الإعجاب ديال الفن المغربي والعالم المغربي إن شاء الله. فالفنانين المغاربة كاملين الحمد لله متميزين، الفنانين العربيين كاملين الحمد لله متميزين، وغادي نتصرف انني ندير مثلا شي عمل فني مع اي واحد فيهم، ولكن اللي كنحس بانه قريب ليا بزاف هو الفنانه الكبيره اسماء المنور. غادي نكون سعيد جدا الى عملت معها عمل فني مشترك. الحمد لله عملنا دويتو في النهايه ديال المسابقه وكان دويتو رائع جدا، نال الاعجاب ديال الناس كاملين. بالنسبه ليا انا هذيك الوقفه وهذاك الاستمتاع والسلطنه مع الفنانه الكبيره اسماء المنور بالنسبه ليا هذاك هو الربح. نقول لمحبي علي المديدي شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى المسانده ديالكم لانكم حيدتوا من جيبكم وصوتوا لعلي المديدي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.